لحظة وصول الإعلامية المتألقة رؤى الصبان عود ميلانو لعين دار الزين. أشراق من عود ميلانو، مرحبا. مرحبا، مساء الخير. مساء التورد. أشراق قالوا لي أن عندكم كولكشن جديد بتطلقونه. حصلت أحد خبراء التجميل اللي جايين من إيطاليا، وطبعا هم خلف كواليس عود ميلانو. فيدريكو، هاي. تشاو. تشاو. عندكم كولكشن جديد بتطلقونه. أبغى كلمة عن الكولكشن الجديد. بيا بلا سيتا، طريق الحرير. يا سلام. خلف كواليس عود ميلانو. فيدريكو، هاي. تشاو. تشاو. ويلكم تو العين. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. تيل مي اباوت عود ميلانو. And on Milan makeup. And how about the new collection, the amazing one? It's a secret, the new collection, so I can't tell you. But there are so many products to come. يعتبر هو طريق الحرير بيرمز لرحلة الجمال من أقصى الشرق بسحر وروعته للغرب بابتكاراته وحداثته. طبعا عندنا هدول الجلوسات من الكوليكشن الجديد فيا دي لا سيتا، بيجي من 8 درجات. اوكي، في فيتامين اي لتغذية الشفايف، في فيتامين سي لو أول شيء بنبدأ نشوف مع بعض اللبستك الجديد من آخر كولكشن اللي هو طريق الحرير من عود ميلانو. شو أحلى شغلهم فيه؟ خبراء تجميل، ميك اب ارتست. صح. بس أنا حاطة ميك اب ولكن خليتك تسوي لي مكياج. أنت حلوة ما شاء الله عليك يا حبيبتي. ليب جلوس فيا دي لا سيتا بيتميز انه هو في فيتامين اي لتغذية الشفايف، في فيتامين سي لوقاية من الشمس الطبيعية، في 8 درجات. في انه هو بيكون نص مطفي ونص في لمعة. حلو، يعني تكون بسيطة شوي. لمعة خفيفة عشان تعطيكي شوية اضاءة. شفتي من لمسة بسيطة بين معاكي اللون حلو. شرات من فيا دي لا سيتا فيجي منها 6 درجات، كلها طبعا مكونات طبيعية آمنة على البشرة 100%، ومن مكوناتها بودرة التالك ونشا الذرة عشان تعطيكي شوية إضاءة. شفتي من لمسة بسيطة بين معاكي اللون حلو. هني وانا قاعدة في عود ميلانو في مصور خطير. شكرا وايد على اللقطات الحلوة. نورت العين. سلام، نورة مهلها. صراحة أول مرة أتقيت، صراحة كان لقاء جميل صراحة. حابة أشكرك وايد على الصور الحلوة اللي أعطيتني إياها، بس أترياك أطرشهم. يا ويلك. هني في عود ميلانو أربع خبيرات تجميل يشتغلون في عود ميلانو تحديدا اللي موجود في العين، واليوم أشراق بتسوي لنا ميك. هني وأنا قاعدة في عود ميلانو في مصور خطير. شكرا وايد على اللقطات الحلوة. حب وايد أشكر كل هالعين اليوم وهالسعودية اليوم من دبي للعين عشان يسلمون علي، وشكر خاص للعين مول على تنظيمهم وترتيبهم واستقبالهم الحلو. أسأل سؤال، وأنا طالعة من العين مول شفت حصان، بس أول شيء تحريته بس مجسم، عقب شفته يحرك ذيله، فحد يجاوبني بليز، هذا الحصان يعني مجسم ولا صدقي؟